هلا احنا قلنا في عندي 1 input layer وراح نعرفه x، نسمي هون هذا x1 وهذا x2. بعدين راح ناخذ hidden layer وهذا اعطينا عددهم m سميناهم، وهذول سميناهم n مظبوط n و m، وسمينا هذا هون l. وعندي عدد من ال outputs راح يكون عندي y1 YL، وهدول راح نسميهم 1 2 JM، وهذا راح نسميهم 1 L، وهدول راح نسميهم 1 2 XI، وبعدين عندي XN، وهلا راح يكون عندي هون هذه W11، وسميناها اعطيناها داش ونعطي هذه دبل داش حتى نميزهم. كمان عندي threshold في كل واحد من هذول، في عندي threshold، فراح يكون عندي هون minus 1 theta 1 minus 1 theta 2 لحد هون، ونفس الشيء هون راح يكون عندي minus 1 theta 1 إلى آخره. هذول هم threshold منهم، فالthresholds هم نفسهم صاروا weights. فهدف التعلم تبعي إني أغير الWs كلهم اللي موجودين هون، W داش W double dash والثيتا ويتس كلهم من هدول، بحيث اني اتعلم. هلا انا الشيء الوحيد راح يكون في يعني عندي اوتبوت له هو اي، عندي ايرور له هو اي بس، مش هيك؟ اي 1 راح يساوي واي ديزايرد 1 ماينس واي اكشوال 1، اي 2 او اي ال بتساوي واي ديزايرد 2 ماينس واي اكشوال 2 لحد واي ديزايرد ام ماينس واي actual. مظبوط هيك؟ اوكي؟ اذا هذا هو الشيء الوحيد اللي عندي ايرور له. هلا راح نغير الفلسفه تبعتنا، بدل ما نستعمل اي زي ما كنا نستعمل هناك، راح نستعمل شيء اسمه ايرور جريدينت. وراح نرمز له بالرمز دلتا. فراح يصير في عندي هون عند النقطة هاي راح يكون في دلتا 1، دلتا 2، دلتا ال. وهون نفس الشيء راح يكون في عندي دلتا 1 دلتا 2. هون ما فيش عندي دلتا، ما لها معنى، ما فيش لها معنى يكون عندي دلتا. نعم. احنا ايش نستفيد من الثريشولد؟ من ايش؟ الثريشولد. علي صوتك. الثريشولد سالب واحد. الثريشولد، الثريشولد كانه بيساعد على عمليه التعلم. في بعض مسائل اظن انه البرسبترون، حتى البرسبترون اذا رجعت له وشلت الثريشولد ما راح يزبط معك. ما راح تقدر تحلل المسألة، بس الرياضيات معقدة، وأنا ما راح أدخل بتفاصيل الرياضيات، أو ما عنديش حتى يعني المعرفة الكافية إن أدخل بتفاصيل الرياضيات. ليش الثريشولد؟ يعني هلا بتلاقي أكيد في بيبر منشورة بقول لك ليش الثريشولد مهم مثلا، إنه بيشتغل أو بسرع عملية التعلم أو هيك. سؤالك يعني منطقي، بس أنا ما عندي جواب واضح أقدر أعطيك إياه ليش الثريشولد، لكنه ثريشولد ضروري للهاي بالفانكشن اللي هو الثريشولد حطينا معه. اوكي؟ والثريشولد بيكون على الاصبع وعلى على كلهم على كل نيورون، يعني هذا البلوك دايجرام اللي احنا بنيناه هو مكرر في كل هذول، هذا البلوك اذا بدك تاخده هو موجود هون موجود هون موجود هون وموجود في هذول. وموجود في اي اذر لايرز بدك تضيفها، اذا بدك تضيف هيدن لايرز كمان تقدر تضيف هيدن لايرز اضافيه. القيم بتكون نفس الثيتا 1 ثيتا 1؟ لا هي انا هون للاسف هو هذا مش جيد، يعني هذه هي ثيتا 1 هذه 1 مختلفه عن هاي ما لهاش علاقه، بس انا هون حطيتها. احنا المفروض نحاول نلاقي ترمينولوجي احسن من هيك، بس انا مش قادر افكر ترمينولوجي احسن. حاولت اميز لك بين الدبليو والدبليو، اذا بدك استعمل نفس الترمينولوجي اللي استعملناها داش ودبل داش، حتى تميز بين ثيتا 1 هون وثيتا 1. اوكي، اذا هلا احنا رح نستعمل مبدا مختلف تماما، بدل ما كنا نستعمل الايرور راح نستعمل الايرور جريدينت، وهذا الرمز تبعه كان اي، هذا الرمز تبعه راح يكون دلتا، وراح نشوف كيف راح اعمل بروبيجيشن للايرور جريدينت من هون بالرجوع من هون. فاحد الاشياء لازم اعملها في البدايه قبل ما اكمل واحسب واغير اعمل تريننج، لازم احسب اي 1 لاي ال، من اي 1 لاي ال راح احسب دلتا 1 لدلتا ال، وبعدين من دلتا 1 ودلتا ال راح ارجع الرجوع واحسب دلتا 1. نفس الشيء اذا بدنا نستعمل نفس التيرمينولوجي راح استعمل هذول هون، راح استعمل الدلتاز. اذا صاروا عندي الدلتاز بغير الليرنينج، تتذكروا كانت عندي دلتا دبليو اي تاخذ الفاليو
او تساوي. كيف كنا نغير الويتس متذكرين؟ لو عندي انا هون نيورون كنا نضرب في الليرنينج، كنا اول شيء نضرب في الليرنينج ريت. هذه ما فيها، ما فيها ضربها نفسها. كمان لاحظوا شو كنا نعمل، كنا نقول الايرور اللي طلع عندي هون اذا بدي اغير هذا اللي هو اي جي، خليني اسميه وخليني اعتبر هذه اي وهذه جي، وفي عندي طلع عندي هون ايرور في جي. هلا انا بدي احط اللون، هذا التعبير to appropriate blame، يعني بدي الوم الناس اللي سببوا هذا الايرور، مش هيك؟ وكل واحد كل ما كان تاثيره في الايرور اكبر بدي اعاقبه اكثر. واضح؟ يعني اللي كان من هون الاوتبوت تبع زيرو بقول لك انا شو دخلني، مش انا اللي سببت الايرور. فضربنا في ايش؟ ضربنا في واي اي، فصار عندي هذا بيساوي واي اي، لكن اللي الاوتبوت تبعه كان هون كبير رح ياخذ اكبر عقاب بالهاي ورح يصير في اكبر تغيير. واضح؟ ماشي؟ فاهمين؟ وكمان الايرور التغيير رح يتناسب مع الايرور نفسه، لو فيش ايرور ليش بدي اعاقبهم؟ ما واضح؟ اذا الايرور كان زيرو ليش اعاقبه؟ ما هو ما كان في خطا، بالعكس كان صحيح، ما بدي اغير شيء، اذا بضرب كمان في. بس لاحظوا هذه واي اي وهذه اي جي، واي اي واي جي. التغيير الجديد رح يصير عندنا محل اي ايش رح نحط؟ دلتا. اوكي؟ ودلتا اسمها الايرور جريدنت. الايرور اوف ذا جريدنت بقدر اعمل له بروبيجيشن، الايرور ما كنت اقدر اعمل له بروبيجيشن، ما كنتش اقدر اعرف الفاليو، لكن الدلتا جي بقدر اغيره هون. اذا هاي قاعده مهمه من هون تذكروها، تذكرها وافهمها، اذا فهمتها بتقدر دائما تستعملها. الالفا ما فيها فلسفه، هي الليرنينج ريت. وعلى فكره بامكانك انت اذا بدك تعمل ادابتيف السيستم تبعك تعمله ادابتيف، تقرر انه الليرنينج ريت في البدايه يكون عالي وحسب كرايتيريا معينه تنزله. هذا موجود في كل السيرش تكنيكس. متذكرين هاي اللي شفناها هون؟ او حتى خلينا نشوف يمكن في البداية جيد يكون عندي الليرنينج ريت عالي عشان اتحرك بسرعة، لكن لما بوصل انا عند نقطة معينة من هون وصرت قريب جدا منه، ايش الافضل اني اعمل في الليرنينج ريت؟ بنزله. فممكن السيرش تكنيك تبعك يكون ادابتيف، او حتى اي كنترولر على فكرة، اذا كنترولرز عندي معينة راح اغير الليرنينج ريت، راح اكون ادابتيف الليرنينج ريت تبعي حسب قديش انا قريب من التارجت تبعي. يعني يمكن لما تلاقي المين اوف سكوير اوف ذا ايرور صار اقل من قيمة معينة شو تعمل؟ ما توقف، تغير الليرنينج ريت وتكمل بحيث انك تظبط الفاليو تبعك وتاخذ فاليو صحيح. لانه يمكن اذا خليت الليرنينج ريت عالي شو يصير يعمل السيستم؟ يصير يعمل اوسيليشن حوالين الفاليو. بس لو صغرت الليرنينج ريت بقدر اقترب بشكل افضل من الفاينل فاليو اللي موجود هون. اذا هاي القاعده الجديده صارت عندنا عندي دبليو، وكمان دلتا لو عندي هون دلتا ثيتا رح نعمل نفس الشيء هلا بدلتا ثيتا. لكن بدك تلاحظ بدلتا ثيتا دائما الانبوت اللي بيشغل دلتا ثيتا ثابت قيمته. فايش رح يصير عندي؟ دائما بدلتا ثيتا عندي ناقص واحد محل واي اي، بعدين رح يكون عندي هذا، رح يكون عندي هون دلتا جي. اوكي ماشي، واضحه هلا هاي هون النقطه، هلا بدنا نروحها، بس المهم هاي تتذكروها. اذا هون نلخص هذه مره ثانيه، الليرنينج ريت عام لكل النتورك ونفسه لكل اللي موجودين هون، لكل ال W's وكل ال Theta's. ال YI هي ال Contributor، ال Input اللي عمل Contribution لهذا ال Error، لأنه رح يكون في ناس تانيين، فأنا بدي أوزع كأني ال Blame بينهم. بدي أوزع ال Blame بين كل هذول اللي سببوا هذا ال Error، هلا في منهم كانت القيم تبعته عالية، في منهم القيم تبعته واطية، في منهم القيم تبعته كانت نيجاتيف، في من اللي كان نيجاتيف كمان بعكس الإشارة، بأخذها بعين الاعتبار، وفي منهم كانت زيرو. اللي كان زيرو ما راح ياخذ اي، ما راح اغير عليه اي شيء لانه وضعه كويس. فبضرب في دبليو اي اللي سبب هذا الانبوت اللي اجت من هون، وبعدين بدي اطلع على الايرور، لكن احنا بحالتنا راح نغير من هون بالباك بروبجيشن، راح تصير هذه دلتا جي. نعم. الواي اي وين موجود عند اخر شيء؟ لا لا، في كل لاير لللاير اللي قبله، يعني اذا انت بتشتغل هون وبدك تظبط هذا، مين الواي بالنسبه لك اللي بتغيرها؟ الواي. ومين الايرور او الدلتا؟ هاي. ليش هون ال دبليو اي 1 دبليو اي 2 وين دبليو؟ هاي قصدك؟ لا هاي قبليه. هون بضرب في دبليو؟ ما انا بدي اغير الدبليو. انا بدي اغيرها. انا فاهم عليك، ما انا بدي اغيرها بعدين راح اغيرها. مش انا راح اعمل ايش؟ راح اعمل الخطوه اللي بعد هاي بعد ما طلعت دبليو. راح بدي اقول هلا دبليو اي بتاخذ الفاليو دبليو اي بلس
دلتا دبليو اي. ولاحظ بشارة دبليو اي راح تكون بوزيتيف او نيجاتيف حسب الحاجة، هي راح تيك كير اوف اتسلف. هاي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف، مش معناها انها حطيت انا بلس انها دائما حسب اشارتها اللي بتطلع هون. فممكن اشارة تطلع نيجاتيف بقول لك لازم تنزل الويت هذا، ممكن تطلع بوزيتيف معناها بدي ارفع هذا الويت. اوكي؟